هنا وريني جمال خطواتك. يا رجالة انت مين؟ انت اللي مين؟ انا المعلم عبد السلام صاحب الارض دي. عبد السلام القط؟ طب المعلم سعيد بيقول لك بقى كان الاصول قبل ما تيجي تبني في منطقته تعدي عليه الاول في البنزين عشان تاخد منه التصريح. يلا انت هو بره. يلا حبيبي ينفع كده معلم ردادتك تتضرب في مكانك. أمريكا بتخوف الدول الضعيفة بدول تانية قصاد الحماية، وإحنا هنعمل نفس الشيء مع سعاد. هنخوف سعاد بيوسف. أنت ده أنت مؤسسة. تعال هنا. راح فين؟ وقفت الشغل في الارض ليه يا معلم؟ انت مين؟ وارض ايه اللي بتتكلم عنها؟ انا الحاج عبد السلام القط اللي وقفت له الشغل في ارض الطلبية. اهلا اهلا. اشتريت الارض وجبت العمال من غير ما تستاذن ولا مؤاخذة. الأرض دي أنا شاريها من الحكومة. شيل الله يا حكومة. صلى على اللي هيشفع فيكم القيامة. عليه الصلاة والسلام. شوف يا معلم، أنا مش هعطلك كتير وهجيب لك من الآخر. هما مليون، الرسمة عليك والشكارة علينا. مليون؟ في عرف مين ده يا معلم؟ في عرف الكبير. في حاجة؟ اهو قال لك اهو. بس مليون ده كتير قوي يا معلم. لا مش كتير ولا حاجة، ده انت قاله هتطلع لك بتلات ابراج، كل برج فيه 33 شقة، يعني 15 مليون 17 مليون بالميت كده. يعني هي الحكاية عافية؟ لا بلطجة.